ليمفادينوباثي الاكزاما. الجزء الاخر راح يكون تكمله اكزامينيشن لور ليمز، والاهم بارت اللي هو اكزامينيشن اوف ذا ليج ايديما. بالاسبوع القادم اخر مره ممكن ناخذ زوم، بعد اذا صارت فرصه اكيد لازم ناخذ سيشن حضوري. سيشن حضوري ساعتين لو مره مرتين راح يكون كافي بصراحه. هذا اللي كله يعني باعتبار انه احنا ناقشنا مثلا هذا الكوزز وما ادري شنو اللي هي النظري مالت العملي، ما يحتاج واحد يرجع انه يفصل، يحتاج فقط انه يطبق يعني خلينا نقول البرنسبل مال الاكزامينيشن والميثود مال الاكزامينيشن. على ما يكمل العدد هسه هو اوكي لا باس انه نستذكر اخر مره كان الاكزامينيشن مالتنا وصلنا للفيس، وقلنا الفيس هو ممكن من الفيرست امبريشن جنرال اكزامينيشن يبين لنا، ممكن نشوف بعدين اكو شيء اسمه اكزامينيشن روتين. يعني انت سواء كان هو عنده ما عنده لازم تفحص الشغلات معينه، مثلا الدار جوندس ساينوسز حكينا عنها، ذكر منتظر حكينا على الساينوسز، قلنا مثلا وين نقدر نفحص الساينوسز؟ سنترال وبرفرال دكتور ذكرنا بالتانك قلنا نقدر نفحصه مثلا سنترال تانك باللبس، وسنترال ايضا هو هم ياثر على الاطراف يعني بالاصابع، يعني هو السنترال يسوي بال شو اسمه وبالهذه سواء كان عندي. اوكي ماكو مشكله، يعني جروب جديد هو اصلا جروب ثلاثه بس هو ذاك اليوم حاضرين 20 واحد، ماكو مشكله. بعد لا تتذكر حكينا على الاكزامينيشن للجوندس، وقلنا الجوندس هناك ممكن بيست سايت فور اكزامينيشن اوف جوندس وين بالضبط؟ فارس كان حاضر ويانا اتذكر. نعم دكتور موجود. تتذكر احنا حكينا قلنا بيست سايت انه فور اكزامينيشن اوف جوندس وين يكون؟ دكتور ذكرنا السايت حيكون بالسكليرا وبالميوكس ممبرين والسكن. هو اصلا ممكن مبين ذاك هو يعني خلينا نقول جوندس هو جوندس اكترس او ابو صفاره او يرقان، هو كله هو يبين، او مثل ما قلت انت بالابر سكليرا باعتبار انه هذا المكان بالروبين عنده هاي افينيتي الالاستيك فايبر، و يكون هذا المكان هو رتش بالالاستيك فايبر، وهذا الكلام يعني هذا خاف يتسالون به، يعني هم دائما يحبون الاكزامينرز يسالون هاي الاسئله الكلاسيكال. حقيقه اليوم هو الاكزام الموضوع مالتنا اللي راح ناخذ به كلام نظري هواي، عملي مالته ما ينشرح انه اللي هو شلون تفحص اللي هو الاكزامينيشن مال الليمف نود. وبصوره عامه احنا اليوم وصلنا خلينا نقول للنيك. الاكزامينيشن مال النيك راح به اجزاء اللي هي تفحص به الليمف نود، تفحص به الثايرويد جلاند على الاقل انسبكشن وبالبيشن، ومرات يخلون ويا التراكيا البوزيشن اوف التراكيا كبارت اوف جنرال، او من تفحص للريسبيرتوري سيستم اذا اخذت سيستمز. عن الاكزامينيشن الريسبيرتوري ام جنرال الا له علاقه الا علاقه بها، انا اشوف هذا افضل يعني بحيث تروح للرابع انتم مهيئين، مو يروح للرابع هو اصلا ما يعرف الاكزامينيشن هذا كله. و يعني بالنيك ايش عندنا؟ احنا هسه اخذنا قلنا احنا اكتن اكزامينيشن، اما نبدي هو ورا ما الفيرست لوك ورا ما هاي انترودكشن ورا ما ناخذ بيرميشن ورا ما جنرال اوبزرفيشن، اما نبدي هيد فيرس دونك اللي هو من ضمن الفيس وننزل اللي هي للتشيست الاكزيلا وللارم والهاند وننزل للاور ليب، او لا بالعكس ورا ما الفيرست لوك وجنرال اوبزرفيشن والبيرميشن هذه تاخذ منها تبدي من الهاند او تصعد وتنزل بعدين. الطريقه هذه طريقه صح، ماكو طريقه افضل من طريقه ذات تروح الاكس بوك مال اكزامينيشن او كلينيكال اكزامينيشن راح تلقون اكثر. وصلنا احنا تقريبا للنك هيد والنك، وصلنا للنك. النك اكزامينيشن شنو اللي ينفحص به بالجنرال؟ ينفحص به الليف نود. الليف نود هنا نفحص السيرفايكل وبقيه الجروبات نفحصها تباعا حسب مكانها. فحص بي التراكيا اللي قلنا التراكيا ممكن مو كلش شوفوها هذه وين ريسبيرتوري سيستم. فحص بيها الثايرويد جلاند وين الجنرال. انتم عاده مثلا اذا اكو اكزام انت بس حفظ يعني نتعلمها ان شاء الله من ناخذ سيشن حضوري، بس هو بالاكزام انت وين راح تلحق تفحص الثايرويد يعني ممكن تذكرها تقول اقدر افحص الثايرويد او غيره. البلاد فوزل ايش يقصد هنا يفحص؟ يفحص يعني عندك هنا شنو شغلتين عندكم؟ جيلر فينس بريشر جي في بي وعندك الكاروتيد بلس.
الكاروتد والجي في بي لاني راح اخذهم كجزء من بلس، يعني لازم سيشن حضور ما ترهم صراحه انه مجرد نتكلم كلام بهالطريقه هذا الشرح. ثم نحكي على من على الليمف نود اكزامينيشن. قبل لا نروح بالتفصيل اكو صوره ما اعرف الموجوده المفروض واضحه لكم انه يقسمونها فور ديسكريبتيف بيربس، يعني يقسمون الليمف نود النيك يقسموها انتيرير وبوستيرير ترينجل، ما اعرف ما يعني اكيد تتذكروا من الاناتوم اذا ما اخذي مثلا هو اذا واحد هسه من عندكم لما يلتفت للجهه اليسرى اللاند مارك مالتكم شنو؟ مثلا المانديبل هذا تراينجل اللي هو ابوف باي مانديبل لترال ستيرنوجليدوماستود، والميد لاين مال النيك هذا صار عندك انتيرير تراينجل. البوستيرير تراينجل هو لا خلف الستيرنوجليدوماستود والترابيزس والكلافيكل. الغرض هذا شنو؟ هذا هذا الغرض خلينا نقول هو هم يقولون فور ديسكريبتيف بيربسز، لاغراض وصفيه تشريحيه حتى تعرف انه انت من تجي اكزامينيشن عندك لاند مارك هذا وين المكان تعرف شنو جاي تفحصه. الجروبات مال السوبرفيشال او الليمف نود اللي تنفحص عندنا راح ناخذهم كالتالي، عندنا بالنيك هسه راح نحكي عنهم الجروبات، عندنا بالاكزيلا، عندنا الابيتروكيليار، عندنا باللور ليم اكو اللي هي وحده يعني عاده ما حد كلش يركز عليها اللي هي البوبليتيال، والثانيه هي لا سوبرفيشال انجوينال ليمف نود اللي هي اكو هوريزونتال وجروب. مثلا عندك هسه بالنيك قسم اللي هو قلنا هذا اللي هو تقسيم البوستيرير والانتيرير تراينجل. روني نعم دكتور صوت واضح تسمعني مو؟ لان انا كانما ما اعرف صار هنا يمي صار بي خلل للحظه يعني لوهله من الزمن. اوكي صوت واضح؟ واضح دكتور. عندنا وصلنا قلنا للسيرفايكال ليمف نود. السيرفايكال ليمف نود مثلا السيرفايكال ليمف نود راح تتقسم الى مجاميع. الانتيريور تراينجل يقسمونها الى اوريكولار بريوريكولار، ويقسمونها الى سب مانديبولار سب منتال، ومرات اكو وحده هذه الفوق يسمونها تونسيلر، ومرات لا يسمونها سوبيريور سيرفايكال اللي هو سوبرفيشال سيرفايكال سوبيريور سيرفايكال ميد سيرفايكال لور سيرفايكال، ومرات يقسمون لا يقول لك هذه كلها يعتبرونها سوبر شو اسمه تونسيلر وسوبرفيشال سيرفايكال وهاي اكو ديب سيرفايكال. الفكره شنو؟ الفكره عندكم مجاميع اللي هي بالانتيريور تراينجل من تجي تريد تفحصها تفحصها فروم بيهايند، يعني المريض يكون عاده سيتنج وتوقف ورا وتفحص هذه انتيريور الموجودات بالانتيريور تراينجل. احنا قلنا فور هم قسموه لاغراض وصفيه يعني فور ديسكربتيف بيربسز قالوا انه اكو انتيريور تراينجل وبوستيريور تراينجل. الانتيريور تراينجل بيذني بيجي مثلا تفحص سب منتال، اذا تقدر تعرض الصوره اللي هي مال الليمف نود موجوده بمكلاد واكثر من مكان دكتور منتظر. اكو سب منتال واكو سب مانديبولار واكو اللي هو شو اسمه بري اوريكولار و سوبيرير سيرفايكال او تونسيلر ولور سيرفايكال. تفحص وياهم اللي هي السوبرا كلافيكولار او الاسكالين ليمف نود، هذه تنفحص عاده فروم بيهايند، يعني انه المريض سيتنج بوزيشن فروم بيهايند تفحص ذن السبمنتال والسبمنديبولار بري اوركيولار واللي ذكرتهن لكم ذن. البالبيشن شو تستخدم؟ تستخدم البلب مال الاندكس والميدل فينجر، ومرات اذا هي كلش لارج ممكن وياها حتى الرينج فينجر. مثلا تريد تفحص الجهه اليمنى تسوي له تلت على الجهه اليمنى، يعني خلينا نقول تنزل راسه تلتنج يعني تميله للجهه اليمنى. ليش؟ هنا راح يكون شويه نقول مور ريلاكسيشن، هنا أنا تقدر تسوي بالبيشن براحتك، وهكذا تفحص لليسرى. الغرض من هذا هو على مود تشوف انه تشوف اذا لقيت الليمف نود لو ما لقيت الليمف نود. لازم ناخذ بنظر الاعتبار انه الليمف نود ممكن نورمال هسه اي واحد من عندكم اذا يخلي اصبع مالته جوا السب مانديبولار تندلون السب مانديبولار اريا، صح ولا مو صح؟ يعني المفروض هاي تندلون السب مانديبولار. من اقول السب مانديبولار وين اقصد جاي؟ مو المفروض؟ طب مانديبولار مثلا ممكن هسه يلقى لمف نود، وهذا حقيقه يعني مرات الحد حجم 1 إلى 1.5 سنتيم بهذا المكان بالببل النورمال ادلت، مو بالضروره تعني باثولوجيكال. نفس الشيء هسه راح نجي عندنا مثلا بالانجواينال، اذا اي واحد منكم هسه يشوف الانجواينال وين اللي هي الانجواينال ليجمنت المكان اللاند مارك الاناتومي مال سوبريور انتيرو سوبريور اليك سباين اللي جواها هاي المنطقه، مرات يحس مثل الشغلات السولنج الصغار اللي هو هذا الليمف نود هي بالببل ممكن اللي هي نورمالي.
اكو مكانات لازم ناخذ بنظر الاعتبار، مثلا سب مانديبولر، الجواينال، حتى الاكزيلري ممكن كلش سمول، ممكن تعتبر نورمال فايندينج، يعني مو شرط انه اكو باثولوجيكال كوز او اكو سبب مرضي. لحد الان اللي تكلمنا عنه هو شلون نفحص الانتيرير تراينجل. نجي نوقف من امام، لا نفحص شنو بقيه الجروب اللي هي بوستيرير بوست اوريكولر، بوستيرير سيرفايكال جروب، واكو يسمونها اوكسيبيتال. هذا الغرض من عند الاكزامينيشن، هو قلنا ليش قسمها الى انتيرير تراينجل او بوستيرير تراينجل. من افحص لنف نود شنو؟ شوفوا شباب، سواء كان لنف نود تفحص ماس او تفحص سوولنج باي مكان، يعني باي مكان، مثلا حتى لو مثلا انت جاي تفحص ابدومن ولقيت فد سوولنج او ماس، هاي القاعده تنطبق على سوولنج. جاي تسوي تستيكولر اكزامينيشن ولقيت بي سوولنج او ماس، اي ماس لازم تشوف السايت وين بالضبط. مثلا اقول there is an enlarged lymph node، قد السايز مالتها واحد بواحد مثلا سنتيم، يعني اكو كاليبر مسطره او ميجر وقيسها. lymph node حجمها فوق السنتيم دائما abnormal، فوق 2 سنتيم. واكو طبعا احنا تعرف احنا قلنا اكو مكانات ممكن يكون lymph node مالتها تعتبر normal. اي نقطه. النقطه الثانيه سايتس، مثلا انا قلت لقيت لمف نود، اللارج لمف نود، لمف نود يعني اللارج او لارج لمف نود بكذا سايت، مثلا قلت بالايت اللي هو الجهه اليمنى، مثلا فحصت سبمنتال، مثلا هنا انا وصفت لقيت لمف نود حجمها كذا والسايت او البوزيشن. اثنين اشوف الكونسستنسي او التكستشر مالتها سوفت، يعني عاده اذا تحسسوا هذا واحد عنده لمف نود تكون سوفت، يعني فد شيء مرتخي، مرات لا تحسها مثل الربر، مثل يعني مطاطة. وهذا ربري كلاسيكال دائما يسألون بها، يقول لك وين يصير الربري الليمف نود او شلون تكون الليمف نود. هذا يصير مثلا بالليمفوما، هي مو بس الليمفوما تسوي، بس خلينا نقول فتشو شيء او سبب كلاسيكال، يعني خلينا نقول كلاسيكال كوز، او لا تكون ستوني هارد الكونسيستنت. عاده من يسمعون ستوني هارد يعني كالسيفايد أو فايبرس تشو بها، هذا من تسمع ستوني هارد يعني صلبة، دائما خلوا الأول سبب بالمالجنسي. وعادة هاي شو تسوي؟ تسوي سراوندينج ستراكشر، تخلي السكن أو المصل تكون شلون الفيكست، يعني لامتهم مثبتهم. إذا أي نود أو لنف نود نحسها، مثلا إحنا جاي نفحص حسينا لنف نود بالسيرفايكال، أوكي كم وحدة هي؟ هنا أنا لقينا مثلا بالسوبرير سيرفايكال سايز مالتها تقريبا، إحنا قلنا الفحص بالبلد مال الإندكس والميدل فينجر، مرات نضيف لها الاصبع الثالث رينج بالبيشن، اوكي لقيناها سايز مالتها قصدها. من تسوي بالبيشن ورا ما سوي باوعت له باوع الوجه، لان قد تكون تندر لو لا، بها الم لو ما بها الم، سوفت لو مو سوفت، لو ربري انكونسستنسي لو هارد، شيب مالتها مثلا فكره ما بها، انه انت اي شيء تحسه هنا راح تسوي فيه تسوي له ديسكربشن. اهم نقاط اللي تسويها ديسكربشن للليمف نود هو السايز، السايت او البوزيشن، الاتاتشمنت مالته هل هي فيكس للسراوندينج ستراكشر، الكونسستنسي او التكستشر هل هي سوفت لو هارد تكون صلب ستوني لو رابر انكونسستنسي، والشيب مالتها تندر اور نوت تندر. تندر يعني شنو؟ انت دائما من اي شيء بي بالبيشن مريض عينك على وجهه، يعني حتى يعني اذا هي من الطخه تسبب الم اللي يسمونها تندر، هنا تندرنس يعني فول اون تاتش، هذا يعني لازم تفكر مثلا انفكشن. هذا لحد الان اللي حكينا عنه هو الاكزامينيشن بالسيرفايكال. جزء من السيرفايكال هو السوبراكلافيكولار ليمف نود، هاي السوبراكلافيكولار almost always pathological، يعني من تلقى بمنطقه السوبراكلافيكولار اللي هي بين الكلافيكل اللي هي ما بين الكلافيكل والسترنوجليدوماستويد مصل، تخلي عاده تفحصها هذه. ممكن راح ان شاء الله من ناخذ سيشن حضور نحكي عنها بالتفصيل شلون كل شلون نسوي الاكزامينيشن. هاي يسمونها فيركو نود، بالجهه اليسرى، بالجهه اليسرى اللي هي سوبرا كلافيكولار ليمف نود، مو منطقه السوبرا كلافيكولار، هذه almost always pathological. بالجهه اليسرى يسمونها فيركو نود او يسمونها ترويزر ساين، هاي عاده تدل على انه جاي ميتاستاسز، هاي الليمف نود اكو يعني ميتاستاسز فروم مالجنسي، موستلي فروم جي اي تي مالجنسي، واحد مثلا سي اي ستومك وهاي تصير عنده اللارج، هذه دائما always pathological وامبورتنت ساين تو بي يعني كوبت ان مايند، ودائما يعني ممكن تسالون بها. هذا اللي حكيته لحد الان هو السيرفايكال. الانذر جروب بالاكزامينيشن هو عندنا الاكزيلاري ليمف نود. الاكزيلاري ليمف نود مثلا
قسموها عدة مجاميع، قسمونها أبيكال وبوستيرير وأنتيرير وميديال ولاترال. هذا الكلام يعني ما راح يعني مجرد استهلاك وقت من ناخذها، راح أيضا راح نحكي بتفاصيلها. لكن الإكزامينيشن لها فد تكنيك خاص. يعني إحنا مثلا لو واحد أريد أفحص الرايت أكزيلري لينف نود أفحص بيش عادة الإكزامينيشن هنا، أفحص بالليفت هاند، بالليفت هاند. بالعكس إذا أريد أفحص الجهة اليسرى أفحص بالرايت هاند. الإبتروكيليار لا، من اسمها بتروكيليار، وين التروكيليا؟ دلوها المفروض الإلبو just above the trochlea اللي هي الإبتروكيليار لينف نود. هذه مثلا نفحصها رايت برايت وليفت بليفت. الجروب الآخر اللي عندنا اللي هو الفحص عادة المريض يكون سوباين، اللي حكيناها سابقا اللي هي سيرفايكال والأكسيلاري لينف نود والإبتروكيليار. يفضل الإكزامينيشن للبيشنت على الأقل يعني يكون سيتينج حتى تقدر إنه أنت تفحص فروم فرونت وتفحص فروم بيهايند. البقية اللي هي باللور لم الإنجواينال، الإنجواينال عندنا البوبليتيال، البوبليتيال هاي مو كل شيء يعني صراحة يركزون عليها، إنه المريض يكون لاينج داون. عندنا اللي هي superficial inguinal lymph node، عندنا الhorizontal اللي هي just below inguinal ligament، وكو vertical chain. هذه المفروض الexamination مالتها فتشي سهل، مجرد just انه انت تباوع اذا اكو swelling وتشوفه تسوي له palpation. lymph node يا شباب انه اذا كانت enlarged قد يكون localized، يعني مثل ما ذكرت لكم example، مثلا واحد عنده lymph node enlarged فقط submandibular، تدور هل هو مثلا عنده tonsillitis infection، هل عنده dental مثلا infection. واي اذا تشوفون واحد يصير عنده dental infection dental sepsis infection يكون هذا اللارج. حسب المكان اللي بتجي منه درينج، يعني مثلا الاكزيلري لينف نود اللارج عاده الدرينج مالتها كلها من هذه المنطقه بما فيها البريست، لذلك هي مثلا جزء من الاسسمنت مثلا للبريست examination تفحص الاكزيلري لينف نود. الانجواينال هذه بعد مقسمه، مثلا superficial inguinal مثلا اللي هي الهوريزونتال تاخذ من اللور ابدومن بلو امبلايكس. يعني اذا اللارج فكر انه الباثولوجي او السبب او الخلل يكون بهالمناطق هذه. لحد الان وياي سمعوني؟ عندنا الليمف نود examination مالته اكو جروبات مهمه لازم نعرفها، نعرف اللاند مارك مالته. قسمنا الانتيريور سوبيرير بوستيرير ترينجل، عندنا سيرفايكال قسمناها من جميع سب منتال سب مانديبولار انسيلر سيرفايكال، عندنا ميد وابر ولور، وعندنا البوستيرير سيرفايكال وبوستيرير اوريكولار، وعندنا الاكسيلري وبتروكيلر والانجواينال وسب. هاي البوبليتال مو فتشي يعني مهمه كلش، بس احنا هم راح نسوي له لازم نسوي له اكزامينشن ونفحصها. اللارجمنت من الليمف نود قد يكون لوكالايزد، يعني تلقى واحد عنده مثلا بس سب مانديبولر، من تلقاها هذا عاده لوكال كوز هناك مثلا انفكشن، او لا مرات يكون جنرالايزد. جنرالايزد الليمف نود يعني مثلا واحد سيرفايكال لنفادينوباثي تلقى عنده مثلا اكزيلري قاعد انجواينال. هنا بصراحه لازم نفكر ب كوزز اوف جنرالايزد لنفادينوباثي، والكوزز مال جنرالايزد لنفادينوباثي لستة طويلة حقيقة. يعني as simple as انه يقسموها بالنسبة هنا، يعني مرات يقولون infectious causes يقسموها مثلا يذكرون مثل viral infection، مثل مثال عليها مثلا Epstein Barr virus HIV هذا generalized lymphadenopathy. bacterial اهم سبب لازم تخلوه ببالكم هو TB، والحقيقة TB من يسمعون TB lymphadenitis او TB lymph node اكو شغلة لازم تعرفوها، اكو يسمونها لنف نود مات قدر. يعني شنو؟ تصير وحده بتطلب الثانيه، انما تصير وحده واحده ون يونت او سلسله، هذا مات قدر. كلاسيكال كوز هو مو سبب حصري، يعني اكو اسباب اخرى، لكن كلاسيكال كوز لنف نود مات قدر تي بي لنفادينايسيس او توبركلوسيس. هذا مثلا البكتيريال بروتوزوال مثلا توكسوبلازموسس، فانجل مثلا هيستوبلازموسس، احنا ما نتكلم بهن التفاصيل كل هذه. عندنا اذر لنفوبروليفراتيف ديس اوردر اللي هي الليمفوما، يعني واحد عنده لنف نود باكثر من مكان لابد ان نذكر هل هو لنفوما، سواء كان هوشكن لنفوما او نن هوشكن لنفوما او اذر كوز مثلا كرونيك لنفوسيتيك ليميا. تفكر بالمالجنسي، ذكرنا لكم اكزامبل على الترويزر لنف نود او الفيركو نود اللي هي لارجد سوبرا كلافيكولار، يا دل يسرى ليفت سوبرا كلافيكولار نود.
وباعتبار انه هذا الليمفاتيك درينج وكله يجي للليمف نود من سبيسيفيك ارياز. المكان السبلاي هذا ممكن جزء من الانتشار مال التيومر ينتشر للليمف نود فتصير لينفودينوباثي. واذرز مثلا كونكتيف تيشو ديزيز مثل اس ال اي وروماتويد ارثرايتس هذه دائما خلوها كاسباب. مرات يذكرون انه دراجز ريكشن اهم دراجز ريكشن معروف يسوي لينفودينوباثي مثلا الفينيتون اللي هو انتي ابيليبتيك مر عليكم الفينيتون او هيدرالازين اللي انت هايبرتنسيف يعني كهايبر سنسيفيتي ريكشن ممكن يسوي لنا لينفودينوباثي. يعني شلون الليمفوما تصير لينفود جنرالايز لينفودينوباثي. فكرة الليمف نود اكزامينيشن انت لازم تعرف انه هذه كل ليمف نود الدرينج مالتها منين جاي بالضبط. احنا ما ندخل بهاي التفاصيل، احنا المطلوب من عندنا صراحه نعرف شلون نسوي الاكزامينيشن، وهذا ان شاء الله راح يكون بسيشن حضوري على الاغلب او على الارجح واكيد يعني ان شاء الله. نتوقف الحد هنا وبعدين نكمل اذا اكو اي سؤال. منتظر عندي دكتور اذا اكو اي تساؤل. سلام عليكم دكتور، شكرا جزيلا. العفو دكتور. بالنسبه للاكزامينيشن مالت الليف نود اللي منطقه الاكزيلا، احنا قلنا ليفت برايت ورايت بليفت بالاكزامينيشن مالتها، بينما اللي بالاتروكيا انا قلت لك دكتوره هسه على سبيل المثال اذا يمك فد اخوك او اختك هسه يعني انت جربي شلون تقدرين تفحصين الجهه بالطريقه الاسهل. انا قلت لك شلون، مثلا واحد يريد نفحص الاكزيلاري ليف نود، الاكزيلاري ليف نود بها ابيكال وبها انتيرير جروب وبها بوستيرير وبها ميديال ولاترال. عاده مرات لا يقولون ابيكال بيكتورال جروب اللي هي الانتيرير وبوستيرير وميديال جروب. دي هنا شلون راح تسيطرين عليها حتى تسوينها؟ المريض مثلا انت واقفه على الجهه اليمنى صح لو مو صح؟ جاي؟ اي نعم. تريد تسوي له، لازم تسوي له ريلاكس الشولدر مسل، يعني حتى ليش؟ لان هو ما يكون يعني خلينا نقول كونتراكتد مسل بحيث انت ما تقدرين تفحصين. اهم شيء ريلاكسيشن حتى تقدرين البالبيشن سهل، ممكن تسيل شلون تسوي له ريلاكسيشن؟ لازم ايده هو الارم مالته الرايت ارم تخليها شنو؟ على الرايت ارم مالتش يعني سبورت لها. هو بالصوره واضحه، ما اعرف اكو صور من الصور هي اكزامينيشن مال اكزيلا. تمام دكتور فهمتك. فهمتيني شلون؟ تفحصين باليسرى. بنتجين بالعكس لا، مثلا تريد تفحصين الليفت اكزيلا. ايده على ايدك اليسرى وتفحصين باليمنى، هيك اسهل صح ولا مو صح؟ طبعا هذه يعني انا ما صراحه ما ركزت عليها لان هذا الكلام كلام يعني عملي، ما ايش ما اشرحه اذا ما ترهم الامور. نعرف الليمف نود ليش قسمونها انتيرير ترانجل وبوستيرير ترانجل، نعرف اكو جروبز اوف ليمف نود، نعرف انه بالاكزامينيشن لازم نحسب السايت والسايز ونشوف هل هي فيكست لو مو فيكست، consistency soft rubbery low hard tender لو مو تندر باعتبار انه ممكن يسبب infection. والليف نود هل هي localized لو generalized يعني اكثر من area مثلا نلقاها cervical axillary inguinal. اما الاكزامينيشن لا، الليمفادينوباثي لا، الاكزامينيشن لازم ان شاء الله يعني بكل الاحوال انا سواء كان رجع حضوري او مو حضوري اخذكم سيشن مو الاسبوع القادم اللي بعده ان شاء الله او اللي بعده سيشن يعني اكزامينيشن كامل. الكوزز احنا عاده الليمف نود مرات يخلون اسباب اللي هو يسمونها لوكال كوزز ومرات لا يعني جنرالايزد، يعني جنرالايزد الليمف نود الحكي لكم انا من الساعه على اللي هي جنرالايزد اللي هي انفكشن، والانفكشن قد تكون فايرال وبكتيريال واكثر يعني فايرال وبكتيريال او غيره او لوكالايزد. راح اذكر لكم مثال على اللوكالايزد. مثلا اكزيلاري الليمف نود عاده لا اكون فكشن بالابر لم واحد هسه عنده مثلا جرح او خدش بالارم مالته مثلا او سي ابريست او مالجنسي او مرات بالميونايزيشن. هسه هواي بينكم اذا اخذوا ميونايزيشن وفاكسينيشن بهاي الاريا ماكو ولا واحد معقوله بكم صار عنده لمف نود؟ اذا واحد منكم اخذ الفاكسين بهاي المكان بالاكزيلا باعتبار الدرينج اللمف نود اللي درينج هنا بهاي المنطقه هو الاكزيلا.
لو كلير ايضا تصير بالانفكشن، تصير باللمفوما، تصير مثلا كويدوس الغاز المشحشه الليفت سوبراكلاف. الليفت سوبراكلاف يسمونها فيركونود، يسمونها ترويزر ساين. هذه عاده استاسيس روم دومينال مالجنسي، خصوصا استومك مثلا على سبيل المثال. سيرفايكال ليف نود مثلا تلقى فقط بالمنطقه بس بالسيرفايكال ليف نود، هذه مالتها عاده مثلا باليد والنيك والاوروفاركس وهكذا. يعني تعتمد على معرفه الاناتومي صراحه اسباب وكيرنج، لكن كاكزامينيشن ان شاء الله يكون سيشن براكتيكال نسوي اكزامينيشن كامل بالنسبه للليف نود. اكو اي سؤال؟ العفو. سؤال؟ سمعون دكتور منتظر غير؟ ما عندك صفات؟ صوت واضح. أوكي. زي من examination neck بعد اللي آخر عندنا هو examination لل JVB بلر فينوس براجر اللي هو central فينوس براجر والكاروتيد. الكاروتيد ذلني JVB والكاروتيد ذلني ناخذهن صدور بس يعني examination، ما يعني الكلام النظري بيهن بالسش قادم نحكي عن الثايرويد والبلس. حتى ننتقل للجزء الآخر من الإكزامينيشن أو الجزء الآخر من السيشن اللي هو إكزامينيشن مال اللور ليمز. اللور ليمز الفكرة شنو؟ الفكرة الكلام اللي طبقناه أو حكيناه على الهاند اللي هي الكلابينج اللي يصير عندك تينوسيس البرفرال أو السنترال الديفورميتي مثلا، نفس الفكرة ينطبق، ما ينطبق على الهاند ينطبق على الفيت. تمام؟ هاي نقطة لازم نعرفها. بالإضافة إلى أمور مهمة، أنت من تجي تفحص تباوع باي إنسبكشن أكو skin changes، أكو discoloration، أكو ulceration، خصوصا إذا المنطقة هاي الميديال مالولس فوقها مثلا ulceration، أو ما بين الأصابع أصابع القدم مثلا دور ulceration شايفين يعني. أكو amputation أهل الدابتك فوت، إذا واحد عنده دي أم أقارب أو غيره لأن المكانات كلها تلقى بيها يصير بيها أثر callosities pigmentation، يصير عندهم فاريكوز فين مثلا الليك. الفكره انه انت لان الامور اذا تشوفن تحكيهن يعني بارت من الاكزامينيشن وتدور عليهم تشوف انه اكو ألسرز اكو بيجمنتيشن اكو شيء. لكن جزء مهم من الاكزامينيشن روتين مثل ما نفحصنا اكو اكزامينيشن روتين بالابر ليم، اكزامينيشن روتين باللور ليم هو اكزامينيشن اللي هو للليك اديما او اللي هي الليك اديما او الانكل اديما حسب انه شو يسموه حسب مكانه. ما اعرف انتم ماخذين بنظر الاديما دكتور منتظر؟ نعم دكتور ماخذينها. ماخذينها؟ نعم دكتور. اكيد يعني شارحين. اوكي انتم اذا ماخذينها نظري حتى يعني احنا بالنسبه لنا نركز على الجانب البراكتيكال بالموضوع. الفكره شنو؟ هو الاديما شنو؟ دي ما يعني swelling بسبب انه فلويد بالانترستيشال. هسه ليش يصير فلويد بالانترستيشال سبيس او ليش هذا accumulation of fluid؟ اذا شايفين واحد يعني يكون عنده الادمه، الادمه الاكزامينيشن مالتها هي انسبكشن تباوع هذا السولينج مكانه بالضبط. بيدل بيدل يعني الفوت، بيدل يعني الفوت، مكانه بيدل المكان هو يعني اللي هو مكان مثلا انكل ادمه لو ليك ادمه لو هو اصلا كله ادمه يعني اللور ليم كلها عباره عن ادمه تصصولا. الفكره شنو؟ الفكره انت هذه باي انسبكشن مثلا شفت الادمه. الاكزامينيشن مال الادمه شلون راح يكون؟ الاكزامينيشن مال الادمه اول ما هذه تجي شوفوا اكو سايتس تحص بها الادمه. الادمه ممكن تبدا بالبدايه جست خصوصا اذا تشوفون الاطفال يشوفونه جاست بيدل يعني وين الدورزم مال الفوت الدورزم مال اللي هي بيدل ادمه. بعدين لا تنتقل تصير مثلا كل ما تزداد وين تكون؟ مثلا بالانكل بيهايند الميديال مالولاس. وين الميديال مالولاس؟ الميديال مالولاس بيهايند هنا الانكل ادمه. بعدين ممكن وين ما تزداد تصير مثلا باللور بارت مال الليك الشن. فكره انه هي نفحص الادمه اوفر بوني برومينس
مطلوب من عندكم بالإكزامينيشن من يلوكم يقول لك مثلاً فحص لي فور ليج إديما، هم قافلين على هاي السالفة إنه تفحص بالشن أوف تيبيا. الشن أوف تيبيا تندلو ترى منتظر وين الشن أوف تيبيا بالضبط؟ الدكتور هو الشارب بارت. أي جيد. أعتقد صار لاترالي. لا 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 مو لاترالي. شوف هسه واحد هذا التي هي الميديال كارب يعني مو اللاترالي. سوري دكتور ميديال. إيه التيبي. وين الميديال ماليولاس؟ فوق هذا فوق 10 سنتيم هذا المكان اللي هو بوني بارت برومينس، هو هذا عادة يحبون يفحصون به اللي هو الليج إديما. فكرة الإديما شنو؟ راح نحكي عنها بالضبط شلون نسوي اكزامينيشن. اكزامينيشن بالبدايه اسك بيشنت انه هل عنده بين لو ما عنده بين، هذا مهم على مود اذا بين اللي بال بنظر الاعتبار من تريد تفحص بيتنج اور نون بيتنج. يعني بيتنج اور نون بيتنج؟ بيتنج انه انت من تضغط عليها تقريبا 5 الى 10 ثواني عاده، يعني ما تطول 10 سكند مو اكثر يعني، هذه على مود انت ما عندك وقت. اثناء ما تفحص الاكزيما تجي بالثم كتب تقول لك عادي تقدر انت تضغط مصابيعك يعني، او انت لا بالثم مالتك جهتين مثلا انت باوع عليه تفحص الليك اديما ولك للبيشنت فيس يعني خاف يصير عنده بين ديسكومفورت باوع عليه تضغط على المنطقه هي خصوصا قلنا شين اوف تيبيا، بس انت ممكن تفحصها بغير مكان بس هذا منطقه الشين اوف تيبيا شين اوف تيبيا تضغط عليها لمده تقريبا 10 ثواني بس ما تباوع للرجليه تباوع الوجه خاف اكو الم اكو تندرنس اكو يعني انزعج من عنده وراها تشيل تطوع. بيتنج يعني شنو بيتنج؟ ببساطه بيتنج يعني تصير تبقى خسفه بت حفره بت بالنسبه للبيتنج اديما. البت هاي الحفره اللي هي اللي هي الطبع شلون واحد منكم من يلبس يعني بس من شيء ضيق مثلا جوارب ضيقه ويبقى اثر، هي الفكره البيتنج. الاديما مهم تعرف بيتنج لونه بيتنج يونيلاترال لو بايلاترال، يعني اديما من سويت هذا البرجر بقت هذا الايدنتيشن او البيت هاي وحده. اثنين يونيلاترال لو بايلاترال، يعني الادمه بايلاترال لان بايلاترال لها اسباب واليونيلاترال لها اسباب. نحكي شويه شرح على الادمه حتى بعدين نعيد يعني خلينا نكون هي الامر انه تكون الامور واضحه بالنسبه لكم. الادمه هي اكسسيف اكيوميليشن اوف فلويد بالانترستيشال سبيس، هواي ميكانيزم ليش تصير ادمه؟ سببها قد يكون هو increased venous pressure او total extracellular volume مثلا بالcongestive heart failure بالrenal failure nephrotic syndrome بالliver disease، وهذه عادة تسبب لك generalized edema bilateral beating leg edema وحسب السبب ممكن تسبب بغير مكانات. يكون الإدمة بسبب high local venous pressure، يعني تلقي مريض عنده unilateral beating edema بجهة اللمز مالته تندر وريد، فكر ممكن هذا يكون دي في تي يعني دي فين ثرومبوسيس، احنا مو صح. لا السبب الاخر ممكن يكون انه الانكوتيك برجر قليل فيصير الفلو يطلع لبرا، صح احنا مو صح؟ اذا ماخذين بالفسلج عندكم هيدروستاتيك برجر يدفع وكل الانكوتيك برجر لا بالعكس عكس الهيدروستاتيك برجر. هنا اذا لو انكوتيك برجر او الهايبو البوملييميا مثلا اهل النفروتيك سندروم اهل الليفر اهل المال ابزوربشن اللي هم دول البروتين لوزنج انتيروباثي دول هم يصيرون ادمه وهذا السبب مالتهم. او لا يكون السبب هو شنو انكريس كابيلاري بيرميبيليتي وهذا مثلا بالانفكشن انفليشن او دراجز. اذا واحد منكم اقارب او غيره ياخذ علاج للضغط مثل كالسيوم شانل بلوكر املودبين او نيفيدبين ذن مشهورات يسوون لك ادمه. او قد تكون الادمه انه الليمفاتيك درينج بخلل مثلا الليمف ليش بخلل اما بسبب كونجنتال يعني كونجنتال كوز انه الليمفاتيك هي يعني ما تشتغل او موجوده اصلا بها مشكله اللي هنا او بسبب انه مالجنسي او بسبب انفكشن. الادم قد تكون بيتنج ما قلنا البيتنج انه هذه عاده تجمع بالانكل وباللور وحسب حسب الوضع مال المريض. نرجع هنا نقاط اكو مهمه لازم نعرفها. البيتنج إديما البيتنج إديما او الإديما بصوره عامه مثال على ذلك بالهارت فير او بصوره عامه خلينا نقول تعتمد يسمونها ديبندنت إديما. ديبندنت إديما يعني اذا واحد مثلا يتحرك
يمشي على طول النهار. عادة هنا بتأثر الجرافيتي فلويد وين راح يتجمع؟ راح يتجمع بالأنكل والليك، أحلى مو صح؟ أكيد. بينما إذا كان بيد باوند أو يدردن، يعني المريض دائما سوباين وطريح الفراش، وين راح تكون؟ راح تكون تاكرال إدمة، مثل ما أكو صورة إذا يمكن عرضتها منتظرة اللي هو ساكرال إدمة. وهذا جزء من الإكزامينيشن حقيقة، أنه أنت وين تفحص الإدمة؟ تفحصها بالليك، تفحصها بالساكم أيضا. هاي نقاط لازم نعرفها. النقاط المهمة اللي نعرفها، من تشوفون عنده واحد بايلترال بيتنج ليك إدمة، بايلترال بيتنج ليك إدمة، لازم يعني هذه قد مطالبين بها أو ما مطالبين بها، دائما يسألوكم يقول لك الجريدنج مالت الإدمة. الجريدنج يعني هذا مجرد تطلعوا عليه الجريدنج، هذه الصورة رجع الجريدنج بلا زحمة، صورة مالت الجريدنج بالضبط. شوفوا، جيت أنا أفحص مريض، أسأل أول سؤال، ماكو عندك ألم مكان برجلك؟ قلنا نفحص وين؟ عندنا مكانات، عندنا dorsum of the foot اللي هي يسمونها بيدل، عندنا behind the medial malleus هاي الأنكل، من تصعد للشن هاي صارت بعد leg edema. عادةً هم أنتم بالنسبة لكم فحصوا على الشن، الإكزامينر قافلين على هذا الموضوع، الممتحنين والأساتذة ولا هو لا، يعني هاي الأكثر من مكان. الشن فحصتها، ماكو مكان يوجعك، تجي تضغط الثم مالتك فد 15 ثواني وجهك تباوع للمريض لأن خاف يصير ألم عنده تسبب له discomfort، وراها تشيل إيدك ترجع تلمس هذا المكان اللي ضغطت عليه، شفت اكو هذا البيت الحفره والايدنتيشن بيتنج ليك ادم، اكو هذا يقسمونها جريد، مرات هي نورمال يسمونها زيرو جريد، او مرات لا يسمونها 1 2 بلس 3 بلس، يعتمد على اليمن، يعتمد على العمق، انت من تضغط هاي 15 ثواني ذا جست يعني جست 1 تو 2 مليم يعتبر يسمونها تريس او مايلد، اذا اكثر لا مودريت، اذا اكثر اذا من تضغط هاي البت او البيتنج يعني طول فتره الا يرجع، هذه معناته على الاقل جريد اللي هو 2 بلس او ايش اسمه بلس او 4 بلس، هذا الجريد مطلوب انه تفحصوا او يعني تحفظوه او انه تركزوا عليه تماما. اكو شغله اللي هي يسمونها ليفل اوف ادما، يعني شباب انا اجيت فحصت واحد لقيت عنده مثلا جست بيدل ادما، قلنا بيدل يعني وين الدورزم مالت ايش اسمه الدورزم مالت الفوت، او لقيت انكل ادمه انكل تندلو الانكل، او لقيت ليك ادمه، اقول المريض عنده مثلا بايلترال بيتنج ليك ادمه اب تو ميد كالف، هذا يسمون ليفل يعني هي واصله للميد كالف، او لا اذا حالته مور سيفير توصل للني، اذا حالته مور سيفير توصل للثاي، واذا بعد سيفير 1 توصل انفولف الجينيتيليا يعني مثلا السكروتم بالميل واللابيا ايضا تكون ادميتس. هاي نقطة لازم نعرفها، انه انت تفحص الادمة ومن تذكر تذكر الليفل، يعني اذا لقيتها واصلة مثلا للثاي تقول اكو بايلترال بيتنج ليج ادمة اب تو ذا ميد ثاي على سبيل المثال. لقيتها مو بيتنج هذا ورا ضغط، هذه لها اسباب مثلا باللمفوديما بالمكزوديما، اللمفوديما المكزوديما دني دني يصير نن بيتنج ادمة، هذه اسباب مهمة لازم تبقى بالبال. بعد كلينيكال براكتس شغله، احنا قلنا الادم هو اكيوميليشن اوف فلويد وذين انترستيشال سبيس، ومثل ما يتجمع بالاطراف لازم يتجمع بغير مكان.